26/7 38 مليون. اذا فانت عندك اغلبيه الشعب قدام العالم خرج يقول نعم لثوره 30 يوم. الاخوان تروج من دلوقتي، تروج برضه بنفس حرب الشائعات السخيفه، سيتم تزوير الاستفتاء، سيتم التلاعب. الجماعه الملايين في الشهر، ملايين اللي في الشهر يا جماعه، مال الناس اللي خرجت في الثلاث ايام دي؟ ملايين ايه يعني؟ للاسف هم بيتكلموا على مكان تاني غير مصر. فضروري جدا ان الحكومه والنظام الحالي يوضح للعالم كله اهلا وسهلا باي منظمه دوليه وفقا للقوانين والقواعد المتبعه في الدوله. ليس الشفافيه مطلوبه جدا جدا، ليس لدينا ما نخفي، نحن لدينا ثقه بالمواطن، بالملايين اللي خرجت اللي تؤيد ثوره 30 يونيو. وطبعا كلنا عارفين ان ثوره 30 يونيو ضد تماما دستور الاخوان، وهي مع الدستور الذي تم كتابته. فلازم كان وزير الداخليه والدوله بشكل عام تدعو كل حد، انا عايز يا جماعه يتفرج زي ما بيقولوها في المثل الشعبي، على عينك يا تاجر، تعالوا اتفضلوا يا جماعه. علشان هم من دلوقتي محمد علي بشر خرج بتصريح من يومين كده، القياده الاخوانيه البارز في الحواديت، هو ماهيش بارز خالص حاجه غير في الحواديت، يقول سيتم تزوير الاستفتاء. فلا طبعا ده تصريح في وقته جدا جدا. تمام. طيب احنا بننتقل الى جريده الوطن، والاخوان يبداون حرب العصابات، مسيرات التنظيم تحارب ضد الجيش وتشتبك مع الاهالي. يعني ربما يعني ده اللي احنا اعتدناه من الاخوان المسلمين وفكره الاشتباكات والمشاورات في الشوارع، وكانت بعض المسيرات بالامس حضرتك تبعتها ازاي؟ رهان الجماعه والذي فشل وتاكد فشله بعد 30 يوليو، بعد 30 يوليو كان الرهان على الوقيعه بين الجيش والمواطن، على الانشقاقات داخل الجيش. للاسف ده فشل، للاسف بالنسبه لهم، والحمد لله ده فشل ذريع. لم المواطن يدرك قيمه جيشه ويدرك ان جيشه ساعده، المواطن يدرك تماما ان القوات المسلحه هي الدرع اللي بيحميه في الداخل والخارج. الواقعه بين المواطن والجيش لم تفلح، وهذا ما لم يستطيع الاخوان فعله. الواقعه بين الجيش وبعضه لا، مفيش. حتى الاقاويل اللي كانوا بيعملوها والفيديوهات المسربه المدبلجه تم نفيها من اصحابها. يعني مفيش حاجه خالص، حتى سياده الفريق عبد الفتاح السيسي قال كل الجيش ده، كل جيش مصر هو راجل واحد. كلنا بلا استثناء كده تلاقينا رجل واحد. فبعد ما فشل هذا المخطط، اصبح المخطط على التشويه، حملات زعزعه، وعايز يوصل لك ان مفيش استقرار. ازاي حتم الاستفتاء؟ هو يعني بكل الطرق يحاولون وقف هذا الثلث من خريطه الطريق، والذي بدا في الافق انه سيتحقق. يعني الى اي مدى يعني الحقيقه المسانده والدعم الشعبي والجماهيري للجيش والشرطه بشكل عام هيكون له يعني رساله او رد قوي جدا على كل محاولات التشويه والتشويش من قبل جماعه الاخوان وانصار؟ انا بشوف ان الدعم ده زي ما حضرتك بتسمعي الخبر او بتشوفيه في التلفزيون، يقال دايما مناوشات بين الاهالي وعناصر من تنظيم الاخوان. الاهالي يفضون مظاهره، الاهالي يغلقون الطريق امام تنظيم الاخوان. ده ملوش في المعنى واحد بس، انتم ايها التنظيم الارهابي مرفوضون من المواطن. المواطن المصري البسيط يلفظ هذا التنظيم. هم عشرات مئات حتى ولو الاف تتحرك وفق اموال تغدق عليهم من الخارج، بالظبط زي مقاول جاي باليوم واخد يوميه وجاي. هذا اللي هو اللي قدرتهم على الحشد، وان تضاءلت بشكل رهيب لم يعد لديهم اي حشد. واحنا شفنا 6 اكتوبر ستكون القيام، ولا اي حاجه خالص. 21 يوليو احتفال بذكرى محمد محمود، اللي كانوا هم بيشتموا الثوار اللي في محمد محمود، قال لك سنه احتفل مع الشهداء والثوار، ولا اي حاجه. خلاص انا بتكلم معاهم ان هم بلطجيه. بلطجيه، وفي مشاهد مسجله من مجلس الشعب اللي كان موجود ده. تمام. فاقصد اقول لك
ان هم تصريحات ايضا يعني مسجله وموثقه لصبحي صالح جماعه تصريحات للسيده ام ايمن او السيده ابو ايمن تصريحات بتقول بتتهم الصغار مش محمد محمود تمام اذا وحاولوا برضه يستغلوا الحكايه دي وما حصلش اخر الثغره يكون عايزين ندخل منها قانون التظاهر تمام ونفس الحكايه بانوا وبان معهم من كان على حرف ما انت عندك ناس بتلعب يعني بيقولوا عليها بتلعب في المداري ولكن اكتشفت المواطن اصبح ذكي فانت بتقولي لي بيحاولوا هم يختبروا الدوله وقدرتها على تنفيذ وتفعيل هذا القانون من غير قانون مفيش دولة نحن الآن في مرحلة استعادة دولة القانون من غير قانون مش هتقدري تكملي أي حاجة القانون يسري على رقاب الجميع فأنت بتقولي لي سألتيني إن أي مدى استجابة المواطن يا أستاذة لما تلاقي خناقات بينهم وبين التنظيم ده معناه مفيش حاجة اللي موجود ده يا قابض يا هو مالوش بديل تاني يعني مالوش بديل غير يبقى مع الجماعة بقى منظره شكل الفج موقف الفج لا يمكن يتم تعديله طب احنا ننتقل لجريدة الاهرام وعمال الحديد يعاودون الاعتصام اليوم وتوقعات باندساس عناصر اخوانية ونقابة الصناعات الهندسية تطالب الجيش والشرطة بتأمين شركة الصلب يعني كيف قرأت وتابعت هذه المشكلة وتفاقمها ايضا استاذ حسين اللي حضرتك كنا لسه بنقوله دلوقتي هم بيدوروا على اي حاجة على اي خناقة سواء بمنطق او لا منطق عشان يدخلوا فيها عمال شركة الحديد والصلب لديهم مستحقات متأخرة وارباح تقدر بحوالي 230 مليون جنيه مطالبهم رفعت مرة واثنين وثلاثة وهم الآن بصدد التظاهر أو الاعتصام لحين تتحقق مطالبهم مطالب مشروعة جدا وتدرس وعلى الحكومة أن تدرسها جيدا للتوصل لحل هؤلاء العمال ده السياق الطبيعي للخلافات العادية بين المواطن والحكومة لكن هذا هؤلاء الثعالب اللي قاعدين يتفرجوا ده في خناقة بين الحكومة والمواطن جري يخش جوه واللي هو نظام التسخين نظام زرع الشرر في اواسط ومنتصف الطرق حتى يتم التأمين هدف المواطن اللي متظاهر عايز مستحقات هدف الاخوان عايز عدم استقرار فطبعا على بقى انا اولا على الحاجتين بطالب حاجتين بطالب الحكومه انها تشوف مطالب الناس دي ايه وتدرسها كل وزير مختص يقوم بدوره دي حاجة وعلى المواطن اللي رافع صوته علشان حقه رافع عليك وكل حاجة بس خليك ذكي اللي واقف جنبك ده شوف مين زميلك في الشغل اللي نفس المطلب ولا واحد جاي من اللي قابضين من تركيا وقطر وجايين عايزين يولعوا الدنيا انا للاسف ساعات في ناس بتنظر فيها بشكل مختلف يعني كل واحد بيبقى باصص تحت رجليه بس انا ليا طلب معين فمحتاج ان هو يتحقق غير كده ما ببصش بقى للابعاد الثانيه او النوايا الاخرى لو في اجندات لاشخاص اخرين عايزين ان هم ينفذوها على حسابي ساعات ما بتبقاش في رؤيه اوسع لتقييم للامور والاوضاع بشكل عام والله يعني انا يعني هو ده طبعا لحد ما بيحصل ولكن انا اعتقد ان بعد حتى 30% الصورة دي الظاهرة دي قلت يعني حتى لو مطلب لن يقبل ان واحد يصعد على كتفه يعني الى حد ان حتى لو كانت موجودة فهي قلت والمواطن بقى اكثر وعيا يعني فانا برضو اتمنى زي ما قلت تاني بطلب من المواطن اللي ليه مطالب ومتظاهر او معتصم من فضلك انت مطالبك على عيننا وعلى راسنا ولكن من فضلك شوف اللي قاعد جنبك اللي قاعد جنبك ده جاي ليه انت مين داخل ليه طب ما هم تسللوا في التحرير وتم فض المظاهره في دقيقه 51 ثانيه تسللوا في مظاهره كانت مصرح بيها تسلل هم بيدوروا بالظبط عن زي النبت الشيطاني بيدور على اي نبت طالع عشان يدخل ويطلع معاه يتسلق او ياكل اكله ما هم كده برضه يا رب احنا بنراهن على وعي المواطن تمام من جريدة الوطن الحكومة وجبهة الإنقاذ تبحثان تعديلات قانون التظاهر اليوم أولا كنت حابة بأن أنا أسمع رأي حضرتك في قانون التظاهر وهل هو جاء في التوقيت السليم ولو كان كمان لحضرتك أي ملاحظات رصدتها على قانون التظاهر أو أي تحفظات فيما يخص تمام بداية أنا قلت لحضرتك إن مصر في مرحلة بناء دولة القانون
واحنا قدامنا خريطة الطريق، لا خريطة الطريق ولا اي مجهود هيحصل سواء في الامن او في الاقتصاد او في اي حاجة في الدنيا حاطين على ارض الواقع في هذا البلد الا بتفعيل القانون. فيعني عدم تفعيل القانون، اذا كنت انا متخيل ان البعض اللي بيقولي مش وقته، يعني مش وقته، يعني انا معلش اخاف افضل القانون في البلد، طب امال هنفذ الباقي ازاي؟ اذا كنت انا خايف امتى وقته، وامتى وقته؟ اذا كان انت عندك كل يوم ناس بتموت ومحلات بتتكسر وخراب بين قوسين مستعجل، فانت عايز تقول يعني مش وقته، هطلعه امتى لما الدنيا تبقى هاديه؟ طب دي اول حاجه. فانا ضد اللي بيقول كده. القانون انا قريته كويس جدا، وقريت نسخ من القانون الامريكي ونسخ من القانون السويسري ونسخ من القانون الفرنسي اطلاقا. النسخ تقريبا يعني ايه، مفيش اي فروق، حاجات بسيطه جدا، ليس بدعة خالص، ليس بدعة خالص. السيد بان كي مون الامين العام لهيئه الامم المتحده كل يوم بينزل تقريبا في البلد في العالم باقل من 200 قانون كل يوم، وفي مناطق ساخنه في العالم وفي بلاوي على المنظمه الدوليه. سيادته من كل المشاغل دي، من كل المشاغل هو قال لك في قانون ظهر واعلن وصرح تصريح، مش يعني مش شايف، مش فاهم يعني ايه، يعني انت سبت البلاوي اللي حاصله في العالم وقانون من ضمن 200 قانون بيصدروا مثلا بالتقريب يعني في دول العالم، وقانون ليس فيه اي جديد عن او اي اختلاف علشان تتكلم عن قانون التظاهر في مصر. بتلاقي في قوانين للتظاهر في عدد من بلدان العالم ربما تكون اكثر شده وصرامه وحده من قانون التظاهر المطبق حاليا في مصر. التظاهر في حد ذاته بعرف ان انت يعني بترفع مطالبك بمنتهى السلميه وبدون ضرر او اذى للعام والخاص. عدا ذلك هو بلطجه. على فكره حتى احنا لو فعلنا قانون العقوبات على الباطله هو اشد عنفا من قانون التظاهر. فانا مع قانون التظاهر جدا، مع تطبيق القانون على القاسي والداني، لان هم للاسف الشديد الجماعه واعوانها تتاجر بالنساء والاطفال. يخرج لي بنات او نساء او اطفال علشان تصدروا من المشهد، فمجرد ما تيجي تطبق عليهم القانون حرام. الله، طب يا جماعه، طب انا دلوقتي اخد مين؟ يعني انا في حق في اوصاب او عين بنت او ولد او طفل عمل مشكله، حقوق الانسان، وكيف للقاصرات، وكيف لسيدات. السيده اللي شايله رضيع عنده كام شهر وماشيه في المظاهره دي، لو اتكعبلت في طوبه الولد هيقع يموت. قتلوا الرضع وقتلوا النساء، ما هم هي التجاره، هم بيتاجروا بيهم. امبارح في مظاهرات في مظاهرات الامس يا استاذه انا عاملين سياره نص نقل وقفص حديدي وملبسين بنات الاسدال الابيض وماشيين بيهم في الشوارع بيتاجروا. انت كده بتتاجر. يعني في كل الاحوال المتاجره الاخوانيه مستمره ومتواصله، ولكن مع تطبيق القانون هو يعني الحد الفاصل للقضاء على يعني هذه المحاولات لتشويش وتشويه المرحله الانتقاليه الحاليه. لا بديل عن دوله القانون. في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ حسام فاروق نائب رئيس تحرير مجلة حرياتي، أشكرك يا فندم على تلبية الدعوة وتشريفك لنا النهاردة. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام بنذكر حضراتكم مرة أخرى بعناوين